ومعنا الآن مشاهدينا من لندن أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في فلسطين محمد شريف عودة. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج اليوم. في البداية لو تعرفنا أكثر بالطائفة الأحمدية، يعني الكثيرون في الوطن العربي في الحقيقة لا يعرفونكم حتى الآن. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله أحسن الجزاء. أشكر قناة الحرة على هذه المناسبة. والجماعة الإسلامية الأحمدية هي جماعة أسسها حضرة ميرزا غلام أحمد سنة 1889 في قرية قاديان في شمال الهند في البنجاب، وقد أعلن عن نفسه بأمر من الله سبحانه وتعالى أنه هو ذلك الإمام المهدي المنتظر والمسيح الموعود. وقد أسس هذه الجماعة وقال أن هذه الجماعة سوف ينضم إليها من جميع الأمم ومن جميع الشعوب. وها نحن نرى اليوم بعد أكثر من 100 عام على تأسيس هذه الجماعة أن من جميع الأمم ومن جميع الشعوب ومن جميع الألوان ينضمون إلى هذه الجماعة الإسلامية الأحمدية. كم تبلغ إذن أو كم يبلغ أعداد يعني متابعي الطائفة الأحمدية، وأين يعيش أغلب أفراد الطائفة اليوم؟ الجماعة الإسلامية الأحمدية اليوم منتشرة أكثر من 200 دولة في العالم، حتى بعض الدول غير معترف بها في الأمم المتحدة، لكن موجود أفراد الجماعة فيها. نتحدث عن ملايين في جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا، وكما ذكرت أن الجماعة موجودة في جميع أنحاء العالم. وهان اليوم نتحدث معك من لندن، وسوف يكون يوم الجمعة والسبت والأحد الجلسة السنوية العالمية لهذه الجماعة التي يشترك فيها من دول عديدة مختلفة. طيب، أنتم تشتكون الاضطهاد في المجتمعات الإسلامية، هل لك أن تحدثنا أكثر عن أشكال هذا الاضطهاد؟ نعم، هذه طبعا سيرة جماعة المؤمنين في كل وقت وفي كل عصر وفي كل زمان، تضطهد من قبل الأفراد، دائما جماعة المؤمنين مضطهدة. للأسف كان في الآونة الأخيرة، لكن الحمد لله الأمور تغيرت. في الجزائر مثلا كانت الجماعة في النظام السابق قد اضطهدت، وأفرادها قد سجنوا وزج بهم في السجون وفي المحاكم ورفعت قضايا بسبب إيمانهم فقط. وهذا شيء محزن أن يكون في العالم الإسلامي الذين يتبعون دين السلام ودين الحرية الدينية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يضطهد أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية هناك، الذين هم مسالمون يعيشون في أمن ويهتمون في أمن البلاد وأمن واستقرار المجتمعات. يعني أنت قلت أن هناك اضطهاد وأن هناك أفراد يضطهدونكم، ولكن الأزهر يعتبر أن الأحمدية لا تمت للإسلام أصلا بصلة، بل تخالفه في مبادئ جوهرية، والمجمع الفقهي الإسلامي أيضا اعتبرها عقيدة خارجة عن الإسلام خروجا كاملا. ما هو ردكم؟ نعم، نحن أولا نعتبر أنفسنا مسلمين، لا كتاب لنا إلا القرآن، ولا رسول ولا شفيع إلا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع معيارا، ولو تبنى العالم الإسلامي هذا المعيار لا ابتعدنا عن التكفير والتفجير فيما بعد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. انظر هذا المعيار الواضح الصريح. هل شققت قلبه عندما قتل أسامة رضي الله عنه أحد المحاربين؟ فقال: هل شققت قلبه عندما قال لا إله إلا الله؟ بمجرد أنه قال لا إله إلا الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعترض واحمر وجهه عندما سمع أن أسامة قد قتله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما طلب الإحصاء قال: اكتبوا لي
من تلفظ في الإسلام، فيكفي الشهادتين. وهذا لقائي مع شيخ الأزهر السابق المرحوم الطنطاوي، قال من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، مع أننا نحن لا نحتاج إلى شهادة أحد بإسلامنا، فنحن نؤمن بأركان الإيمان وأركان الإسلام، فنحن نشهد الشهادتين. إذن أنتم تعتقدون أنه نوعا ما يساء فهمكم، ولكن ماذا تفعلون لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة تجاهكم؟ نعم، نحن نرجو من الجميع أن يتبينوا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، تبينوا تثبتوا، يجب أن لا ننقل الكلام بدون تبين، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أفراد الجماعة في الباكستان يضطهدون ويقتلون بسبب الفهم الخاطئ. نحن نقول لابد عندما نريد أن نعرف عن شخص أو نتعرف على جماعة فلابد أن نقرأ من مصادرها، أن نستمع إليها، ولا أن نستمع ولا نكتفي من أن نسمع إلى خصومها. هذا للأسف ليس فقط بما يتعلق بالجماعة، نحن نعيش في فكر خطير جدا الذي أوصلنا إلى ما نراه اليوم في العالم الإسلامي من اقتتال ومن حروب ومن كراهيات ومن أحقاد، هذا بسبب الفهم الخاطئ للدين. فلو اتبعنا الدين بشكل صحيح، اتبعنا القرآن الكريم وتعاليم القرآن الكريم وتعاليم رسول الرحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحرينا الصدق لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه في العالم الإسلامي. ما يحصل هو يدل دلالة واضحة قاطعة على أن هناك خلل في الإيمان وخلل في العمل الصالح. طيب، وبالنسبة للتجمع السنوي للطائفة الأحمدية، ما هي أهدافه وأهم فعالياته أيضا؟ نعم، المؤسس حضرة ميرزا غلام أحمد قد بدأ في هذا الاجتماع السنوي 3 أيام في السنة. الآن كل جماعة في العالم تقيم هذه الأيام المباركة، حيث يجتمع المؤمنون، يجتمع أفراد الجماعة ومن غير أفراد الجماعة. الهدف الأساسي هو أن يضعف فينا حب الدنيا ويتميل قلوبنا إلى الآخرة، إلى أن نشحن أنفسنا بالروحانية التي نعيش فيها باقي أيام السنة. بهذه الأيام ندعو لتحقيق الأمن والأمان في العالم، لمعرفة الله سبحانه وتعالى، حق المعرفة، لنتقابل مع إخوة جدد الذين لم نتعرف عليهم، الذين انضموا قريبا إلى هذه الجماعة، ندعو للمتوفين. هذه أيام مميزة جدا، وأدعو الجميع للمشاركة في هذه الأيام المميزة، نستمع إلى خطابات، إلى لقاءات، إلى محاضرات عديدة من علماء ومن مفكرين. والتجمع بحد ذاته مميز جدا، هذا التجمع الذي يدل على هذه الألفة وهذه المحبة وهذه المودة بين أفراد هذه الجماعة. يعني الأمة بحاجة إلى وحدة، إلى ألفة، إلى هذه الوحدة لن تجدها إلا في هذه الجماعة. يعني لا يوجد قوة في العالم تستطيع أن تجمع بين الأفريقي والهندي والصيني والياباني والعربي والأوروبي والأمريكي على قلب رجل واحد بقوة المحبة، ليس بقوة الخوف، ليس بقوة القانون، نراها في هذه الجماعة وفي هذه الأيام الثلاثة المباركة. من لندن، أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في فلسطين محمد شريف عودة، شكرا جزيلا لك.